تنظيم داعش الإرهابي وإقدامه على قتل الرجال وسبي الأطفال وسرقة الممتلكات العامة والخاصة وتخريب البنى التحتية. 9 سنوات مضت على تاريخ الإبادة الجماعية لليزيدي في سنجار على يد تنظيم داعش الإرهابي، إن مرور الوقت لا يقلص من مأساوية الجريمة بحق 12,000 يزيدي، ومن نجا من الموت يتعذر عليه اليوم العودة إلى منزله ويفاقم الوضع غياب الإجراءات الجدية سواء الأمنية أو السياسية. حركة المرأة اليزيدية في سنجار تلقيها السيدة شمي رمو، تتفضل. إيروغ سال فقرة نهي أفرمانا شنغاليا إيروغ روجي زاروكيت شنغالي كاتوجينيت شنغالي ديزي خاني هانا قتل كرين هانا فروتين هانا تجاوز كرين أبنه سالة سر درباسوين حتى إيروجي يك إنساني نا عراقي ونا غير عراقي نا حقوق الإنسان نا ما في مروفة نا أي دولة كينا قوتيا إبادة شنغالي نحسالة سر درباسوين حتى إيروجي كمبا هولي كتجوشي لي دي زيدي وزارو كدوان دي در سنجيرا دينا الحبسينا الموسلة رجع رمضان القفص هذا كتجوشي لي دي زيدي حانا شوطة عندن اتجاوز كرين حتى سرجي كرين إيرو حقي وان بيتا برين إيرو هاوي سارة سببك كرين وفرطنا شنغالي إيرو بيتا محكمة كرين كشنغال فرد حتى إيروجي في لانة دوار البردوام لسر شنغالي السر كتر جنيه دي زيدا إيرو البردوام أم إيرو حقي خود خوازن أم إيرو وقت تفقر جنيه دي زيدي تاجي أم إيرو حقي جنيه دي زيدي إتا حتى إيروجي دولتا براكنو كرنو فرد لساكن أم حتى إيروجي أم إيرو حقي وانا خوازن حتى إيرو إنسانة كده قوتها شنغارة بالعلم الفرمانة ده هرو فرمانة كسارة شنغارة كيتا كرن هرو أكيد وخوش ميرا كيما تيتا قتل كرن البن عمام عراقي ده حتى إيرو جي فرمانة سريمة يعني.